صديق العالم. شكرا رمزي، معناتها اعطيتنا فكره على حول الاقتصاد وخطوره هذا الاقتصاد وهذا التلاعب وهذا البنوك وظهور العمله وتاريخ العمله والحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وظهور ما يسمى بالعملات المرتبطه بالدولار والبترو دولار. اعطينا توا، خلينا معناتها خاطر نحكيو على تونس، شنو هو تونس في اللعبه هذه الكل؟ اعطيني فكره على تونس في اللعبه هذه الكل. السؤال نتاعي الاول، فهمت شنو هو تعيش تونس منذ هروب بن علي، وشنو هو وجهه نظرك، شنو بشوق على تونس في المستقبل في هذه اللعبه الكل؟ فهمت بالنسبه لتونس مغادرة هروب الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، فانه تونس تعيش أزمة عمل قبل كل شيء، لأنه التونسيين لم يعودوا يعملون كما قبل. أزمة ضعف حكومي وضعف دولة، فإن الدولة ضعيفة لأنها في مرحلة انتقالية. وأزمة تلاعب، لأن اللوبيات العالمية التي تنتشر في تونس ومراكز الاستخبارات العالمية التي تعبث شمالا جنوبا شرقا غربا بتونس تقوم بتمرير اجنداتها لتفقير تونس ولتدمير الاقتصاد التونسي. فكل عمليه يقولون بانها عمليه اصلاح فهي عمليه افساد. انهم ينمقون الكلام ويغيرون العبارات ليمررون السم على انه عسل. ففي كل مره تسمع بهنيك مؤتمر للاستثمار فهو مؤتمر لسرق ونهب خيرات البلاد. سامحني يا رمزي، تفضل. تونس شنو هي تونس؟ تونس 10 ملايين، حكايه فارغه. يعني شنو تجيب انت باش الدول العظمى امريكا ودول اوروبا باش تدمر الاقتصاد التونسي؟ يعني تونس هي حومه. نعم، ولكن تونس بما انها حومه هي كمختبر تجارب. أنت لما تريد أن تجرب على البشر يجب أن تجرب على الفأر. مخبر تجارب شكون؟ لهذه الدول لكي هل أنها سوف تستطيع أن تدمر بقية الدول العربية والدول العالم الثالث والدول الإفريقية أم لا؟ وعلاش تدمر فيها؟ شنو الهدف نتاعها؟ لكي تستطيع هي أن تعيش بأمان، لأن نظامها الاقتصادي هو نظام خربان. إذن بدون هذه الدول لن تستطيع الحياة، لن يستطيع نظامها الاقتصادي التماسك، سوف تنهار كقصور من الورق. باهي، تونس توا اللي عايشته، أعطينا فكرة على الوضع وتدهور الدينار، علاش الدينار طاح؟ الدينار طاح على خاطر الإقراض الدين الخارجي تضخم مرتين منذ سنة 2010. تونس تستطيع أن تصدر زيت زيتونة بما قيمته مليار دولار سنويا، ومثلا تونس لها دعامة اقتصادية وهي الاقتصاد الليبي الذي هو يمدنا بعملة صعبة، وعدد الليبيين الذين يعيشون في تونس والذين يأكلون ويشربون ويدرسون ويقومون بالتداوي في المشافي التونسية الخاصة والعامة، كل هؤلاء البشر هم يساهمون في دعم الاقتصاد التونسي. يعني كما جاوش الليبيين راهي تونس تفلست. لو لم يكن هناك وجود الليبيين في تونس، تونس تفلس بيان سور. باه، تنجمش تجي تقول لنا معناتها شنو باش يوقع في تونس؟ فين ماشية تونس اقتصاديا؟ نشوفوا السياحة ما فماش، كل شيء ما فماش. يعني شنو تونس معناتها؟ تونس منذ نشأتها كدولة كوجودها هي دولة تجارية بالأساس. نحن لسنا دولة صناعية ولا دولة، لسنا بدولة صناعية، نحن دولة زراعية تجارية فيها بعض الصناعات التحويلية أو الصناعات الخفيفة. وهذا هو النظام الاقتصادي التونسي، وهذا هو الشعب التونسي الذي تربى منذ القدم على أن يكون شعب يعيش في رفاهية وفي نفس الوقت لا يشتغل كثيرا. نحن لا نستطيع أن نشتغل كالصينيين أو كدول شرق آسيا، وليس والشعب التونسي عاش في رفاهية مقارنة ببعض الشعوب الشقيقة والصديقة وحتى الشعوب البعيدة. سمحني يا رمزي، أعطينا فكرة من وقت الاستقلال
على أي أساس قام الاقتصاد التونسي سواء في عهد بورقيبة سواء في عهد بن علي وتوا؟ نعم، في عهد الراحل بورقيبة كان الاقتصاد التونسي مبني على الزراعة، وكان الميزان الزراعي التونسي دائما في فائض زراعي إلى سنوات 1978، حيث انقلبت الموازين في بعض المواد وأصبحنا في نقص غذائي، وكان ذلك نتاج لتجربة التعاضد الفاشلة والتي قام بها الراحل بورقيبة كطريقة لافتكاك أموال ومصانع وتجارة التونسيين اليهود الذين كانوا يعيشون في تونس، فإنه بالتعاضد استطاع أن يفتك كل الأملاك، وبما أن اليهود كانوا قلة ويملكون 80% من الاقتصاد التونسي، فإنه في يوم في ليلة وضحاها يصبحون مفقرين معدمين فيهربون ويتركون البلد، ثم تأخذه الدولة كملك الخاص المصانع وغيره، وبذلك أصبح هناك ديوان الزيت، لأن ديوان الزيت الزيتون وديوان الحبوب هي منشآت للاقتصاد التشاركي أو الاقتصاد الاشتراكي، وقد تركزت لكي تستطيع أن تفتك تجارة الزيت مع الخارج وتجارة الحبوب مع الخارج من أيدي اليهود الذين كانوا يمتلكون كل وسائل الإنتاج في تونس بصفة عامة. منها الخمر طبعاً. نعم، منها الخمر، لكن ليس كل الخمر. منها الخمر ومنها الخل كذلك. الخل والذهب. طبعاً. والذهب، نعم. الذهب إلى سنة 1937 لم يكن هناك مسلم تونسي واحد يصنع الذهب. وبعد الاستقلال فقد قام كذلك الزعيم بورقيبة بحث التونسيين على أن يتعلموا صناعة الذهب وصناعة الخمور وكل ذلك، لكي يستطيع التونسيون أن يتعلموا ويصبحوا هناك ثروة تونسية لدعم اقتصاد وطني. لك اليهود هذوك ما توانسة، ما همش أجانب زاد. نعم، هم تونسيون ولكن كانوا في أغلبهم صهيونيون، وكانوا يبعثون بأموال طائلة إلى دولة إسرائيل، وكان ذلك يسمى تهريب عملة في اقتصاد ضعيف كالاقتصاد التونسي. والاقتصاد في عهد بورقيبة كان يعتمد على التخطيط. نعم، كان هناك اقتصاد تخطيط، فكانوا يقومون ب حساب الأشخاص وكم سيكون هناك مواليد لبناء المدارس وبناء المعاهد وبناء المصانع وبناء كل شيء، وكيف سيكون هناك طريق في التدريس وغيره، فكان هناك كل شيء كان مخطط، وفي وقت من الأوقات كان كل شيء يعطون أو وصولات لكي يأخذون به القمح والسميد والفرينة والزيت والحليب، وكانت هناك الإعانات تأتي من الأمم المتحدة من اليونسكو واليونيسف لكي يعطى الحليب والبيض وبعض المأكولات للأطفال، فكان الاقتصاد هو اقتصاد تخطيطي. فأول أشياء قام بها هو صناعة هو بناء ديوان التجارة الذي كان له المونوبول، يعني الوحيد الذي يقوم بتجارة الحشيش، يعني حشيش الشاي والقهوة والأرز وكذلك ديوان التجارة فيه التبغ، مصنع التبغ والورق، ورق اللحم، فكل ذلك كانت هي أموال الجباية التي كانت تعطي الأموال للاقتصاد التونسي. شنو وقع يعني في عهد هدي نويرة؟ شنو التحول اللي وقع؟ الهادي الميرة قام الهادي الميرة لما أصبحت طريقة الاقتصاد التشاركي، لأنه هو نظام هجين، هو نظام تشاركي ليبرالي في بعض الأحيان، تخطيطي في بعض الأحيان، مقيد في بعض الأحيان، بتراخيص في بعض الأحيان،
فأصبح في عهد الهدمير ذلك قام باختناق كبير بالنسبة للاقتصاد التونسي، وكان لابد من تغييره تغييرا جذريا، وذلك بالانفتاح على الاقتصاد العالمي وحث المبادرة الفردية، أي أن حثوا الناس على أن يقوموا ببناء مصانعهم وببناء تجارتهم وقدموا لهم التسهيلات. ليبرالية يعني؟ نعم، ولكنها كانت ليبرالية مقيدة، لم تكن ليبرالية تامة، ولكن الليبرالية التي قام بها الهدمير والإصلاحات الهيكلية في هيكل الدولة والإصلاحات التجارية التي قام بها ساهمت مساهمة كبيرة في ازدهار الذي عاشته تونس في بداية التسعينات وفي بداية الألفينات. فإنه الازدهار الذي عاشته تونس في بداية عهد زين العابدين بن علي هو نتاج الإصلاحات الموجعة التي عاشتها تونس، وكانت منها ثورة الخبز وأحداث 87 وغيره من المشاكل التي ونلاحظ المد الإسلامي الذي ظهر في تونس هو نتاج عن الأزمة الاقتصادية الكبرى في تونس. فإنه لما الإنسان يصبح معدم فإن هذه الحياة لم يعد لها معنى، فإنه يبحث عن حياة أخرى وهي حياة ما بعد الموت، أي حياة الجنة. وبذلك أصبح هناك المد الإسلامي الكبير الذي ظهر مع اللاميزير، مع الفقر والخصاصة الذي ظهروا في تونس. هادي نيرا كان إنسان اقتصادي بأتم معنى الكلمة. نعم، كان إنسان اقتصادي وقام بتطوير الجيش التونسي وبشراء المعدات الحديثة للجيش التونسي، وكان إنسان وطني برشا وحضر الحرب ضد الجارة ليبيا، لأن القذافي في ذلك الوقت كان يقوم بالكثير من المشاكل في تونس، عملية شبه إرهابية وتخطيط لتدمير تونس. فإنه الهادي نيرا قام بتطوير الجيش، قام بتطوير الاقتصاد بحلحلة المشاكل الاقتصادية، التسهيلات في الاستيراد وتسهيلات في التصدير، ساهم كذلك بإنشاء منظومة صناعية تحويلية لكل ما هو ملابس، كله يرجع لهادي نيرا، رجع لحد آخر. المصانع النسيج في تونس هي إنتاج لسياسة الهادي نيرا، طاقة تشغيلية قصوى وطاقة إنتاج كبرى وتسهيلات كبيرة في النقل واللوجستية وتسهيلات في الجمارك وبدون دفع أموال على الأداء، وكل ذلك في إطار حلحلة ونمو الاقتصاد التونسي. وكانت في بدايتها موجعة تلك القرارات، ولكن بعد 10 سنوات أو 15 سنوات فقط أعطت الأكل أكلها. أوكي، اقتصاد بن علي كان على شنو يقوم؟ كان يقوم أيضا على التخطيط؟ نعم، اقتصاد بن علي كان يقوم على التخطيط، ولكن في إطار في السنوات بداية التسعينات كان هناك الإصلاح الهيكلي الأول والثاني. فهناك البروغرام دي جيستمون ستركتورال هو الإصلاح الهيكل الذي يفرضه البنك الدولي وصندوق النقد، وهو عبارة عن تغيير المنظومات والمصانع التونسية من مصانع عائلية إلى مصانع إلى شركات. كان يقوم على التخطيط في التخطيط، فإنه كان اقتصاد تخطيطي. كان يقوم على الانفتاح على الدول والعالم الأوروبي في كذلك، وكان يقوم كذلك على دفع المبادرة الفردية. هذا هم ثلاثة ركائز الاقتصاد التونسي في زمان بن علي. يعني نجم نقولوا ان الاقتصاد تاع بن علي كان يعني مواصلة لبرنامج هادي نيرا. كان مواصلة بحذافيره، لم يكن هناك اي تغيير يذكر. اوكي، سوى انه وقت هادي نيرا لم يكن الدفع المبادرة الفردية كانت مقتصرة على رجالات الأعمال الكبار، وفي زمن بن علي فإنه قام بدفع الشباب للمبادرة الفردية، وقام بإنشاء صندوق بنك التضامن والإليات وبنك شركات المتوسطة والصغرى المتوسطة والصغرى المتوسطة، بنك دو فينانسمون دو كريتي ماين انتربريز بي بي ام، وقام بإرساء العديد من المنظومات لتشجيع الاستثمار المبادرة الفردية. هو على شنو يركز؟ كذلك هناك مشاكل اقتصاد بن علي هي مشاكل لا تعود إلى تونس،
بل تعود لأزمة اقتصادية عالمية استطعنا تجاوزها في البداية في تونس، ثم تعثرنا ولم نستطع تجاوزها في نهاية الألفينات. فالأزمة التي حصلت في تونس كانت ستحصل في سنة 1998، ولكن استطاع الاقتصاديين الذين يشتغلون مع بن علي بتجاوز الأزمة. ولكن الخطأ الكبير الذي قام به هو ضمان حياة الكفاف بالنسبة للبشر التونسي، فإنه في زمن بن علي كان هناك ما يسمى بالليتا بروفيدونس. شنو الليتا بروفيدونس؟ الليتا بروفيدونس أي الدولة تحمي الشعب، أي أنك لما تمرض فإن الدولة ستداويك حتى لو لم يكن لك أموال. بالنسبة ذلك تلك المنظومة لم تكن قادرة على الحياة مع اقتصاد ليبرالي، لأنه كيان هجين استطاع الصمود ولكنه لا يستطيع الصمود إلى الأبد. هذه هي المشكلة بالنسبة في تونس. وشنو المشاكل اللي وقعوا في قبل سقوط بن علي؟ يعني يعني احنا الى سقوط بن علي ما عندناش ازمه اقتصاديه ظاهره، ما لاحظناش فما ازمه في تونس كبيره. لم نلاحظ ازمه، تقصد هنا سكان المدن، لكن سكان المدن الداخليه والارياف كانت هناك ازمات كبيره. وهي السبب نتاع سقوط بن علي؟ من احد الاسباب طبعا. لا، ليست من احد الاسباب. سقوط بن علي اسبابه خارجيه واسبابه في معظمها خارجية. ولما قال بن علي في بيان 7 نوفمبر 1987 لقد بلغ التونسي نسبة من الوعي تكفل له بحياة ديمقراطية، فأنه كان يكذب على الشعب التونسي. لم يكن الشعب التونسي في ذلك الوقت مستعد لحياة ديمقراطية، ولكنه في نهاية الألفينات كان مستعد لحياة ديمقراطية. الذي أسقط بن علي هو الشباب الذي كان معطلاً عن العمل، ذلك الذي أسقط بن علي. مشكلة الشوماج، الناس الذي والحرمان الذي عاشه طبقة كبيرة من الشعب التونسي، وعدد التجاوزات ولكن تدخلات خارجية طبعاً لمعنتها جرجرة التجاوزات الخارجية هي اللي كانت التي سبب لإسقاط بن علي. هي أكبر شيء هي الخارجية طبعاً. بالطبع بالطبع بالطبع. باهي رمزي، علاش شنو الهدف يعني تغيير هذا الكل؟ يعني شنو الحق معناتها تونس توا من الثوره ومن الانتفاضه نتاع 2011، شنو قاعد يوقع في تونس توا؟ اعطينا ملخص شنو قاعد يوقع في تونس، واعطينا ملخص فين يحبوا يوصلوا تونس. تونس تحكم فيها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، هم الذين يأمرون، وكل الذين يحكمون في تونس هم يأتمرون بأوامر كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي. وش فين يحبوا يوصلوا؟ تدمير الاقتصاد أكثر مما هو مدمر، تفقير الشعب أكثر مما هو مفقر، لكي تقبل تونس لكي تكون أداة في يد الاستعمار العالمي لتدمير الجارة الجزائر فقط، فهي لتدمير الجزائر في الأخر. القطعة الأكلة السائغة التي فيها كثير من الحلاوة هي الجزائر. بعد تدمير ليبيا طبعا، بعد سرقة الذهب الليبي. نعم، لأن كل الذهب الليبي سرق، 200 طن ذهب سرقوا من ليبيا. فإنه معمر القديجي كان سوف يقوم بعملة إفريقية، الدولار الإفريقي كان سيقوم، دولار الإفريقي، الدولار الإفريقي الذي كانت بدايته وقام بصياغته. وفي سنة 2009 وفي سنة 2010 قاموا أكثر من 20 دولة إفريقية بالإمضاء على الاتفاقية ليصبح هناك دينار إفريقي، دولار إفريقي ذهبي. وكانت الاحتياطي 200 طن من الذهب في خزائن ليبيا هي الضمان لذلك الدولار، فكان ذلك سيكون بمثابة قصم ظهر فرنسا التي لها الفرنك الفرنسي الاستعماري الذي ما زال
لو سي اف هو اخر عمله استعماريه موجوده في العالم التي يستعملها اكثر من 17 دوله افريقيه منهم بوركينا فاسو والكوت ديفوار والسنغال وغينيا كوناكري وافريقيا الوسطى والجمهوريه الكونغو الديمقراطيه وغيرها من الدول الاخرى ومالي والنيجر. كل هذه الدول تستعمل الفرنك الفرنسي ليوم الناس هذا للسيفا، فإنه بذلك الإمضاء هو كان سوف يدمر فرنسا إلى الأبد وسوف يدمر أمريكا إلى الأبد. ولذلك نجد أن فرنسا هي التي من سبقت لتدمير معمر قذافي، وكانت طائرتها هي الأولى التي ضربت ليبيا واستمرت بالضرب لمفردها لمدة 4 أيام قبل أن تنفذ لها ينفذ عنها الوقود، ولم تستطع الجيش الفرنسي وكانت ذلك بمثابة الضعف الفادح لفرنسا لأنها لم تستطع القيام بأكثر من 4 أيام بحرب لمفردها، ثم استنجدت بالولايات المتحدة التي دخلت في اليوم الخامس وقامت بإنقاذ فرنسا لأنها كانت سوف تخسر الحرب في ليبيا وستظهر بمظهر الضعف الفادح الذي يدمر مركزها في العالم. مصيبة زرقاء. إذن أنت تشوف معناتها لتونس ماشية نحو يعني كما نقوله في الحقيقة الانتفاضة اللي وقعت 2011 هي بيع تونس. هي طريقة لكي يستطيعون أن يسيطروا أكثر على مثلا في تونس تستطيع أن تطبع الأغاني العالمية بدون أي رقيب، تستطيع أن تتفرج على الأفلام بدون أي رقيب، بدون دفوع أي تيوات على الملكية الفكرية. فإنه من الأشياء التي سوف يدخلونها في الاقتصاد التونسي كما فعلوها في لبنان. لبنان منذ سنة 2006-2007 فإنهم أصبحوا لما تريد أن تشاهد فيلم يجب أن تدفع بالدولار لمن صنع الفيلم، تدفع بالدولار لمن صنع الأغنية. سوف يصبح كذلك الملكية الفكرية مطبقة في تونس. أنظمة برمجيات الحاسوب سوف تصبح كذلك بالأموال، وسوف تصبح هناك الكثير من العملة الصعبة التي تخرج من البلاد التي لم تكن تخرج في السابق. هناك مثلا بالنسبة للاقتصاد التونسي سوف ندفع أموال كبيرة لخلاص فوائض الديون، سوف يقومون بإسقاط العملة أكثر فأكثر لأنه كلما يفقد الدينار قيمته كلما يكون الدين الخارجي أكبر. أي أن لما تفقد الدينار التونسي 10% من قيمته فإن الدين يربح 14 إلى 15% أكثر مما كان. إذن هذا مش حاجة باهية لتونس؟ ليست بشيء جميل، بل هو لكي في المستقبل القريب سوف يشترون كل المواد الأولية من تونس بسعر زهيد، أي سرقة مقدرات الشعب التونسي بأرخص الأسعار. يعني في الحقيقة يعني تونس مش بالطريقة هذه تدخل يعني كالدول المتحضرة، يعني الدول المتحضرة كل شيء خلصوا. شنو معناتها شنو مانع أنها تولي معناتها دولة كالدول الأخرى، معناتها الملكية الفردية يعني حاجة باهية يعني نشوفها أنا حسب مش رأيك. الفردية نحكي عن الملكية الفكرية. الملكية الفكرية نشوفها حاجة باهية يعني في عضفة ما تجاوزات وكل شيء. نعم، لكن سامحني، الدول المتقدمة هي لما تحترم الملكيات الفكرية وغيرها فهي تقوم بذلك لأنها هي تنهب الدول الضعيفة، فهي تنهبنا وتفرض علينا أن ندفع لها مقابل تلك الملكيات الفكرية. فذلك هو الشيء الذي ليس بجميل. أما بالنسبة للملكية الفكرية فأنا مع احترام الملكية الفكرية، لكن لن تحترم الملكية الفكرية التونسية، بل ستحترم الملكية الفكرية الأمريكية واليابانية، لأن ليس لك المال لكي تسجل ملكيتك الفكرية، لأنه يجب أن يسجل في مراكز عالمية بأموال طائلة وليس يكون فيه الجودة أيضا. احنا ما عندناش جودة. نعم، كذلك سوف يصدرون لنا وسيمنعوننا من التصدير لهم. كل هذا النظام العالمي الجديد هو ليس سوى نظام حمائي، فهم يحمون اقتصاداتهم ويعرون اقتصادات الدول الضعيفة. و
ويفرضون في كل سنة يغيرون القوانين ويفرضون قوانين أصعب لكي تشتري من عندهم ماكينات، لا أعرف كيف آلات، آلات آلات عمل، أدوات عمل وآلات عمل تكون أجدد من عندهم لكي تشتغل مصانعهم. ففي النهاية كل الذين سوف يدفعون بك إليه هو أن تشتري من عندهم، فأنت لست لا تمثل لهم في سوى سوق ترويج ليس بضاعتهم بل بقاذورتهم. شكرا لهذه المعلومات رمزي. احنا وصلنا الى نهايه الفيديو. ما نسالك السؤال الاخير قبل ان اختم، ماذا تتنبأ لتونس في السنوات القادمه؟ سوف يكون على الاقل 10 سنوات عجاف عجاف قبل ان تكون هناك اي ازدهار لتونس. ازدهار يعني هل سوف ندخل في اللعبه العالميه؟ نعم نستطيع ان ندخل في اللعبه العالميه، لكن بعد ان نعيش أزمة كبيرة، ستكون أزمة سوف تعصف بكل المكونات الاجتماعية والفكرية والأخلاقية، سوف تكون أزمة كبرى في تونس وهي التي سوف تغير المجتمع التونسي. سي لا تيرابي دو شوك، الصدمة، الصدمة هي التي سوف تغير. وشنو موقع الفكر الراديكالي أو الفكر الإسلامي في المستقبل؟ نتيجة هذه هل هو داخل اللعبة ولا؟ نعم هو داخل في هو داخل لكي يخفف من ألم الصدمة، لأن دائما لما الشعوب تصبح مقهورة فهي تبحث عن لوميسي المسيح المنقذ الدروش، فسوف يتقوى في بعض في 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 في, في بعض المراحل، ولكنه سوف يندثر اندثارا كليا لما يتطور المجتمع التونسي الى مجتمع مادي فردي انفرادي على غرار المجتمعات الغربية، او الذي لا اتمنه لبلادي هو سيناريو على شكلة الصومال او افغانستان. يعني ليس لنا خيار، يا اما ان نصبح دول كدول العالم، يعني ندخل في اللعبه العالميه او نتحول الى صومال او افغانستان. ما نجموش نعملوا مبادره وحدنا احنا، فهمت؟ ما نجموش نستقلوا على هذا الكل. تونس ليست جزيره، تونس هي بضع من كل، هي منطقه في المتوسط جنوب القاره الاوروبيه، الشمال أقصى شمال القارة الأفريقية، مركز التبادل التجاري العالمي يمر عبر مضيق صقلية، مركز استراتيجي للتجارة. لو كان هناك ميناء تجاري وحيد في تونس يكون ميناء ضخم للمياه العميقة، سوف يقوم بتشغيل طاقات كبرى ويقوم بإدخال الأموال الطائلة لتونس. نحن في تونس كل البواخر الكبرى لا تدخل إلى تونس بل تمر عبر مالطا أو إسبانيا برشلونة أو مارسيليا، فتفرغ بضاعتها ثم تحملها في بواخر أصغر لكي تدخل إلى تونس. فهذا فقط تكون هناك خسارة ما بين 4 إلى 15 إلى 20 يوم في الطريق حسب الديستيناسيون، حسب من أين أتت البضاعة. ثم هذا في نفسه يكلف نقل البضاعة تكلفة غالية جدا جدا جدا. فتونس لو كان هناك لكي نستطيع بالنهوض بهذه الدولة يجب أن نقوم ببناء سكة حديد من تونس إلى جنوب تونس عبر الصحراء الليبية أو الجزائرية لكي نصل إلى أفريقيا ونيجيريا، ويكون هناك بناء تونسي ضخم وكل البضائع تمر يوميا قطارات معبأة بالبضائع إلى أفريقيا. لذلك فقط سوف نصبح دولة ثرية. ليس هناك لا صناعة ولا أي شيء. التجارة. دولة كدبي أصبحت من الدول العظمى عبر ميناء ومطار. ترانزيت يعني. ليست دبي أقوى منها. دولة كهونغ كونغ فيها 6 ملايين ساكن أو 7 ملايين ساكن، مساحتها أصغر من مساحة جزيرة جربة، أصغر بكثير من جربة،
وحدها هي مركز اقتصادي عالمي. ما هو المطلوب من تونس؟ مطار كبير، ميناء كبير، طرقات سيارة لجنوب الصحراء لليبيا والجزائر، وسياحة. لسنا بحاجة للسياحة. لا باهي، لسنا بحاجة للسياحة. ما هي السياحة؟ هل هي سياحة النزل؟ هل هي سياحة الذي سيبيت في النزل بعشرة دولارات في اليوم؟ لسنا بحاجة له. بل لما تصبح تونس مركز تجارة عالمي، هناك الكثير سوف يأتون للتبضع من تونس، وتصبح بدون أداءات تونس أورتيفير، بدون أداءات، بدون أي شيء. لا هناك أداءات للدولة، لا شيء. الدولة تأخذ قيمة من المعاملات. يعني أنت قمت بتجارة بمليون دولار، سوف تدفع ألف دولار أو ألفين دولار للدولة فقط، لا يهمها كم ربحت أو كم خسرت. لذلك سوف تصبح دولة عظمى، سوف نصبح من الدول الأغنى في العالم، ولسنا بحاجة لا لبترول ولا لشغل ولا لأي شيء. تجارة، سوف يأتي الناس من أصقاع العالم للتبضع من تونس. يعني سوق حرة لكل إفريقيا، كل تونس تكون سوق حرة من شماله إلى جنوبها. نحن 10 ملايين شخص، لسنا 100 مليون، 10 ملايين. يعني حي في الصين، أنا حي يجي حتى حي ما يجيش. شبرا في مصر أكثر السكان من تونس. من تونس شبرا اللي هي نقطة في القاهرة أكبر من تونس في السكان. يعني 10 ملايين لو مش نقدره. تونس فيها المياه، فيها الفوسفات، فيها النفط، فيها البحار، فيها الثروة السمكية، فيها كل خيرات الأرض فيها. ولكن السياسيين اللي موجودين توا ماشي لتونس، انت تشوف نحو حاجة باهية ولا حاجة خايبة؟ ليس هناك سياسيون في تونس، هناك يعني نقصد مش سياسيين، نقصد العملاء اللي في تونس. أنا لا أريد أن أقول عنهم لا عملاء ولا سياسيين. هم أشخاص وجدوا في مناطق، في أماكن ليست أماكنهم، عن طريق الصدفة. عن طريق الصدفة. الصدفة؟ كيفاش الصدفة؟ نعم، عن طريق الصدفة. لم يكن هناك ثورة، لما كانوا لما أتوا، هم لم يعملوا لكي يأخذوا الحكم أو يأخذوا أي شيء. سامحني، كلهم جاءوا من الخارج أغلبهم؟ بالطبع أتوا من الخارج. يعني كيفاش معناتها ما ينجموش يكونوا عملاء؟ يعني هل هم وطنيين؟ أنا بالنسبة لي لو كان أنت في الخارج، أنت هل أنت عميل أم لست عميل؟ لا، فما فرق من بين جي فهمت لتونس فهمت من الخارج، يعني موصين عليك ومدعوم من الخارج، من بين تعيش في الخارج، ما فرق؟ نعم، هم يخدمون من دعمهم لكي يصلون إلى السلطة، هذا مما لا شك فيه. يعني مدعومين من الخارج، يعني التدخل في تونس هو تدخل خارجي. يا أخي سامحني، في تونس كل شيء فيه تدخل خارجي. يا أخي حتى وقت بن علي فما تدخل خارجي. طبعا، حتى بن علي، حتى في عهد بورقيبة. الفرق الوحيد أنه بن علي كان هو كل التدخل الخارجي يمر عبر بن علي. والآن فإن التدخل الخارجي يمر. ألو؟ ألو، نسمع فيك. قلت لك ولكن الآن التدخل الخارجي يمر عبر كثير. بالضبط، فقط. ولكن التدخل الخارجي من 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 وجود تونس وهو موجود، يعني من اللي وجود تونس ثم تدخل خارجي. سامحني، اللي يحكموا في تونس توا، أنت تشوفهم فين هازين تونس؟ هما ما مهزين حتى شيء، هما توما يعملوا في شيء. اللي يحكموا في تونس هما دي جون باسيف، يعني هم ليسوا رجال قرارات. هم أشخاص يقومون بتسيير فقط، يديرون تونس ولا يسيرونها ولا يسوسونها. لن يقومون بإغراق تونس بالقروض يوما بعد يوم فقط، ولا يصارحون الشعب بمشاكله الحقيقية، وليست لهم الجرأة لكي يصارحوا الشعب بما هو سوف يأتيهم في المستقبل. يعني نجم نقولوا اللي يحكموا في تونس توا عبارة على مسيرين، ويحاولوا يسيسوا الشعب باش تجيهم عن طريق ضربة خفيفة. بالضبط، فقط. وهم كل مرة تجي ضربة قوية هم يحاولوا يضعفوها باش ما يكلهاش الشعب في العلاقة، باش ما يحسش كيما الإنسان اللي يتكيف، معناتها يحطوا له الأكسجين وقت يجي السيارة. السم يجيك السم بشوية 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 لين يجي ينهار. أما هم ما نقتلكش في الضربة الأولى، ما نجيش نعطيك ريحة.
نسهل هيك بشوي بشوي، الموت الرحيم من الاخر، الموت الرحيم يعني من اجل شيء ما عندهمش. اول حاجه النظام السياسي اللي صار بعد الثوره هو نظام ماهوش كفيل باش تلقى عندك انت ماجوريتي في تونس، باش تبدا واضحين حتى اللي حاب يغير ما ينجمش يغير. عندك خطه تطبقها عندك نظام سياسي على شكل النظام الايطالي اللي هو اكبر نظام دمر ايطاليا، نظام له برلماني له رئيسي، يعني دمرتها البلاد سيدي باش تعرف اكثر. انت النظام لما تريد ان تدمر العراق عاملوا نظام يوبي دنيا النظام، ديما الانتخابات تتعاود الانتخابات حتى واحد لا يطلع فيها ربح، لا رابحين ولا خاسرين، الخاسر هو الشعب. فالذي دمر البلاد هم الذين اتوا بعد الثوره مباشره مع كمال الجندوبي وغيره وعياض بن عاشور، والذين ارسلوا النظام اللي قاعد نحكموا به هم الاخر، هذوك اللي دمروا البلاد، هذوك الطغمه هذيك، واغلبهم يساريين واغلبهم حقوقيين، هذوك دمروا تونس حقيقه كي نقول الاشياء بحق، هذاك هو اللي دمر تونس، هم اللي ارسلوا النظام السياسي. شوف فما امل ولا فما امل؟ دائما فما فصحى من الامل، لكن بالنسبه للشباب ندعوه باش يهاجر من البلاد. ديما تدعوني مالك تعديهم 10 سنين ما تعديهمش معاد في بلادك، وخرج كي تتصلح الامور ارجع، كي تحب تعاون بلادك ابعث لها طرف فلوس، ابعث اموال لعائلتك، ابعث اموال بالعمله الصعبه لعائلتك، هكا تدعم هكاك الاقتصاد الوطني بتاعك كانك تحب بلادك. اوكي شكرا رمزي عن هذه معناتها المقابله. ما حبيتش اليوم راني نحكي على السياسه، حبيت نحكي اكثر على الاقتصاد. هذاك لا مثالش خليه مره جاي، انا باش نختم ونخلي المره جاي. شكرا رمزي على هذه معناتها الحوصله والملخص حول الاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي والتطورات وحول تاريخ العمله وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، للي ما يفهموش الاقتصاد شنو قاعد يوقع وتونس فين ماشيه اقتصاديا. نقول رمزي شكرا على كل هذه المعلومات، وفي مقابله قادمه في موضوع اخر سواء حول السياسه او حول المعتقد او في امور اخرى، او نرجع للاقتصاد لو هناك نقاط مهمه يجب التونسي او الشمال الافريقي بصفه عامه يعرفها. وبسلامه ومع فيديو قادم.